رجل كان يخدم في حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الأفراد الذين يأتون يقوم بشؤونهم. بعد مضي مدة تقلبت به الأيام والليالي وأصبح محتاجا. فكر ما الذي يعمل؟ كلما طرق بابا من الأبواب لم يفتح له باب. فكر في ذلك اليوم أن يذهب إلى الهند. دخل على شخص راجة من الراجوات وقال له: ليش جاي للهند؟ قال: في الواقع أنا افتقرت وأحتاج إلى مال. قال له: أنا مستعد أعطيك كل ما تريد، ولكن تهديني سلام واحد من سلامك على أبي عبد الله. قال له: ما يخالف. فكر، لأن احنا احيانا نقوم باعمالنا بتوجه باخلاص واحيانا هالشكل. قال: سلام ذاك اليوم اعطيه لك. زين، كم تريد؟ 100 دينار مثلا، 100 روبية اخو. هذا الرجل الذي اهدى سلامه الى ذاك الراجل في الليل راى الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قال له الإمام: كل سلامك لم يقبل إلا هذا السلام. قال: ليش يا أبا عبد الله؟ قال: لأنه بقية السلامات كنت تقوم بها وأنت مدل بعملك، ولكن ذلك اليوم مررت على الصحن المبارك وأنت في حال ما كنت متطهر، رأيت ذلك الضريح وتلك القبة وأنت خجل لأنك ما كنت متطهر في حالة غير طبيعية، فدنجت راسك وغضضت من طرفك وقلت بكل خجل: السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا السلام هو الذي قبل منك. استيقظ من المنام، راح إلى ذلك الرجل: أريد أفسخ المعاملة، أخذ روبياتك وأرجع لي سلامي. قال الرجل: أبدا، المعاملة تمت، أوفوا بالعقود، ما أرجع. إذا سلام بإخلاص له هذه القيمة عند الله، فما هو بالك بمن يقيم مآتم الحسين صلوات الله عليه.